اهلا وسهلا بمتتبعي قناه جوج تي في في هذا البث المباشر اللي كنقدمه لكم بطبيعه الحال من مدينه الناظور. احنا حاليا في مدينه الناظور وبالضبط من كورنيش المدينه اللي عامر عن اخره، خاصه اليوم السبت وتيكون عامر بزاف كما كتشوفوا حاليا، بالرغم ان المدينه سجلت 3 حالات وحاله من الدريوش وحاله مصابه بكورونا من بني انصار وحاله اخرى كذلك من زيو. 3 حالات ما خلعتش الناس وخلت الناس انهم يزيدوا يخرجوا بكثره لهذه الفضاءات وهذه المتنفسات الوحيده، خاصه في هذه الحراره اللي كتشهدها المدينه طيله النهار. هذه مدينة الناظور ليلا، الناس خارجين بكثرة، كأن كورونا ما كايناش في المدينة نهائيا. أما الحديث عن الكمامات، فالكمامة هنا أنتم كما كتشوفوا جميع المواطنين، نساء رجال وأطفال، حتى واحد ما داير الكمامة الطبية، يعني كأن كورونا سالينا منها وما كايناش في المملكة المغربية نهائيا. وهذا أكبر خطأ ترتكبه المواطنين في هذه المرحلة، مرحلة بطبيعة الحال اللي فيها التزاحم وفيها ناس يخرجوا بكثرة. كنتمنى عليكم السلام اخويا أزريك، وعليكم السلام جميع الإخوان والأخوات، جميع الإخوان والأخوات اللي تتابعونا حاليا هذا البث المباشر من مدينة الناظور. إذن الباركين كما كتشوفوا على اليمين ديال الصوره هنايا، ما عندك فين تبارك، يعني الناظور في هذه الوقيته هذه عامر عن اخره كما قلت لك اخي محمد، اكيد بالتاكيد انه بالرغم من المدينه انها سجلت 3 حالات وحاليا كاين 3 حالات مصابين فيروس كورونا، واحد من الدريوش ميدار زيو وبني انصار، الا ان الاجواء جد عاديه هنا بكورنيش المدينه او بمدينه الناظور. انتم كما كتشوفوا على يمين الصوره فلا مكان للباركينج هنا، كما كتشوفوا كل شيء عامر. يصعب طبيعه الحال انك يعني تضبط كل شيء للمواطنين والمواطنات باش يديروا الكمامه، لانه منذ اعلان عن رفع الحجر الصحي و انتم كي كتشوفوا يعني ولا احد تقريبا، بالرغم من النساء والاطفال الى غير ذلك، حتى واحد ما داير الكمامه. وحنا كعارفين بانه كاين قانون يطبق على الناس اللي ما دايرينش كمامه، لكن هنا في مدينه الناظور انتم كما كتشوفوا ما مطبقش نهائيا على المواطنين، الا في بعض الحالات اللي هي بطبيعه الحال حالات تبقى غير كافيه. على الاقل تم رفع الحجر الصحي وتم السماح بالتجول والابحار الى غير ذلك، لكن هذا لا يعني التخلي عن الكمامه متتبعي قناه شوف تيفي. نستمر معكم في هذه الجوله، انتم كما كتشوفوا هذه السيارات كل شيء راهم هابطين لاكوت، كل شيء الناس اللي جالسين هنايا هابطين لاكوت، لابد من الحيطه والحذر لان جائحه كورونا لم تقل بعد كلمتها الاخيره. تحيه للسياسيين على هذا التعليق، وانا كنشاركك هذا الراي ديالك بطبيعه الحال، كنتمناو في ايام القليله المقبله ان الامور تمشي بواحد الشكل اللي هو عادي، في الايام القليله المقبله. اليوم كذلك عندنا زياره لاحد الاسواق، فكارثه كبرى هذا السوق، هذا لا داعي لذكر التسميه ديالو، يعني النساء وحتى واحد ما داير الكمامه جايبين معاهم الاطفال،
الى غير ذلك. كنتمنى وكنتمنى هذا هو الدور ديال الاعلام، هذا هو الدور ديال الاعلام اخي محمد، هو اننا نهضروا على الكمامه يوميا، نهضروا على الكمامه يوميا 24 سير 24، ونهضروا كذلك على كورونا يوميا، لانه هذا الفيروس يعني خصنا نهضروا عليه يوميا وفي كل ساعه وفي كل دقيقه، لانه فيروس ماشي سهل. وما بغيناش يصدر القرار ديال الحجر الصحي على مدينه الناظور او في منطقه معينه، فبالتالي غادي الساكنه يتسد عليها في المنازل ديالها ويبقى الخروج الا للضروره. وتما نبداو كنغوتو ونبداو كنهضروا الا خصنا نتبحروا خصنا نديروا. اذا من الاحسن اننا تحيه لفاطمه وتحيه لجميع الاخوان، من الاحسن اننا نديروا الاحتياط قبل. راه الكمامه ماشي شي حاجه، راه غادي ديرها على الفم ديالك وعلى النيف ديالك، راه كتحميك. واصلا بدون كورونا خص ديما تكون الكمامه، واخا ما كايناش هاد كورونا نهائيا. فبنادم انت غادي في لافرونتير ولا غادي للسوق ولا شي حاجه باش عرفتي هذاك مرض بالرب ولا مرض بشي مرض ولا شي حاجه بحال هذاك تيعدي. اذا ارجوكم الكمامه، واخا غادي تمشي كورونا، فالاكيد العديد من المغاربه اللي غتولي عنده عاده، تولي عنده يعني كل يوم يولي يشري كمامه ويديرها، لا سواء في العمل ديالو او في الاماكن المزدحمه، لانه من حقه انه يحمي راسه. كنا كنشوفوا مجموعه من الاسيويين في 2019 2018 تيجيو لمراكش واكادير ودايرين الكمامه ديالهم، وكنضحكوا عليهم كنبقاو نستهزئوا منهم. هما كانوا دايرينها طبعاً الحل الحمايه ديال الانفس ديالهم من هذه الامراض الى غير ذلك، وحنا كنا كنضحكوا عليهم. فها هي طبقت كذلك المملكه المغربيه. اذا يعني للاسف الشديد حنا اي حاجه كتكون جديده، اي حاجه كتحمينا الا وكنستهزئوا بها. ومجموعه من المواطنين اللي شافوك ديال الكمامه حاليا في الناظور او في شي منطقه تبقى يشوفوا فيك يعني بحال كيستهزئوا بك. العديد من الناس اللي كانوا دايرين الكمامه في الاول قبل ما تعلن عليها الحكومه المغربيه، شحال من واحد كان داير الكمامه في الناظور هنايا تضحكوا عليه الناس، تضحكوا عليه تيقول لك هذاك شوف هذاك خايف يموت، خايف يدير خايف يدير. وفي التالي هذوك الناس اللي كانوا تضحكوا عليه هما راهم دايرينها حاليا. اذا ارجوكم اخواني ما نبقاوش اننا نهضروا في شي حوايج اللي كبار علينا، نتبعوا الشروط اللي فرضتها وزاره الداخليه ووزاره الصحه باش نتفاداو الأسوأ ونمشيو للامام ان شاء الله. اذا هذه مجموعه من الاشياء اللي هي بسيطه، فقط كمامه يعني كمامه جد عاديه اللي الثمن ديالها ما واصلش واحد درهم ولا جوج درهم. اذا ارجوكم اخواني اخواتي كنتمنوا انه الجميع يدير هاد الكمامه ديالو باش الامور تمشي بواحد الشكل اللي هو عادي ان شاء الله. يوم 22 ان شاء الله، يوم 22 غيستأنف الباخره تاع سات، غادي تستأنف النشاط ديالها وبشكل عادي ان شاء الله. ان الامور غادي تمشي بواحد الشكل اللي هو عادي. وشفتوا نتوما الباخره الاولى اللي دخلت من سات، وكذلك غادي يكونوا العديد من البواخر اللي غادي يدخلوا في الايام القليله المقبله. اما الطائرات فالطائرات بشكل عادي تيدخلوا بشكل عادي متتبعي قناة شفتي. وحنا في حي المطار وجميع المقاهي كلهم عامرين طبعا الحال، لانه المدينه كتشهد واحد الموجه ديال الحراره اللي هي كبيره. اخوان ديال الشرطه العين التي لا تنام 24 ساعه على 24 ساعه في مختلف المناطق امام الفنادق وامام المقاهي الى غير ذلك. في هذه المنطقة اللي قريبة لاكورنيش، من هذه المنطقة هذه كما كتشوفوا هنايا، هنا غادي تكون واحد التكوين المهني كبير ان شاء الله
في مدينة الناظور غادي تكون المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل واحد ميسر. فالعديد من المشاريع حاليا اللي كتنجز في مدينة الناظور تخوى شوية من ذاك الضغط، خاصة المحطة الطرقية اللي كتستعد العمالة أنها تفتح إن شاء الله في الدخلة ديال الناظور، تكون واحد المحطة طرقية نموذجية ورائعة، نتمنى المحافظة عليها إن شاء الله. أكيد خويا إسماعيل الجالية بطبيعة الحال البطول، ديك النهار دخلوا تقريبا، دخلوا مجموعة من الناس دخلوا، وغادي تشوف هاد الأيام أغلبية ديال الناس جاية تعيد، أغلبية ديال الناس جايين يعيدوا. وانتم شفتوا الريبورتاج اللي كنا درناه من البارح، من عفوا البارح من الريبورتاج اللي كنا درناه من بني أنصار، يعني الناس فرحانين، داخلين فرحانين. وبطبيعة الحال الأسئلة ديالنا قالك احنا ما خايفينش من كورونا نهائيا، ونتمنى انه يدوزوا واحد الأيام رائعة رفقة. إذا المتابعين خير تشوف تيفي، شكرا لكم على المتابعة، نتلاقوا معكم بعد قليل في واحد اللايف آخر، دمتم في رعاية الله، تحية النور ديال الغيور، وتحية لجميع الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم في بلادكم الإخوان الجالية. غادي نكونوا في أيام السابقة العروي، غادي نكونوا كذلك في الميناء ديال بني أنصار، وكنتمنى كذلك المعبر الحدودي ديال مليلي أنه في القريب العاجل أنه يتفتح في أقرب وقت. تحية لكم، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.